أهلا بكم أحبتي المشاهدين، حياكم الله. السلام على والدتي، السلام على الوطن، السلام على الفقراء. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج مع الناس. حلقتنا لهذا اليوم تتحدث عن موضوع مهم واجتماعي، الشراكة الزوجية ما بين الزوج والزوجة، القواعد الأساسية في بناء الأسرة، التكاملية فيما بينهم، شروط التعاون في هذه المؤسسة الرئيسية في الحياة. في هذه الحلقة هنتحدث مع أوانا الكريمة عن هذا الموضوع. حياكم الله. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، حياكم الله مجددا. نبدأ الحوار مع السادة المواطنين وبرنامج مع الناس. السلام عليكم. حياك الله. الله يخليك. اليوم موضوع حلقتنا العلاقة الزوجية، علاقة تعاونية، أيضا المنزل، أيضا الواجبات. شلون تنبني هذه العلاقة الصح؟ هي مثل ما قلت لك، إذا من الأول انبنت على الثقة فالحياة راح تستمر. طيب، تبادل يعني بالاحترام. الثقة بمن؟ ثقة بينا، يعني أنا أثق بزوجي وزوجي يثق بي. جيد. آية، والتعاون بيناتنا. يعني هي الحياة إذا ما يتعاونون بيناتهم. شنو التعاون اللي تطلب المرأة؟ بكل شيء. بواجبات المنزل. واجبات المنزل، بال يعني العمل. يعني طيب. أنا مثلاً أنا أشتغل وهو يشتغل، ممكن أنا إحنا نكون عائلة. وماشي الامور بيها. طيب، الرجل العراقي رجل شرقي ممكن يقول لك هذه الواجبات يا واجباتك فقط، مو واجبات اللي هي واجبات المنزل، ما يتدخل بيها. يعني الشغلات البسيطه اخواني، مو اخليه مثلا يغسل المواعين لو يطبخ لو بدري شنو. نعم، بس ممكن يصير تعاون يعني بيناتنا، مثلا يا هذا اسوي لي شفت شغله كلش بسيطه، او مثلا اني كمبرده كصيف يعني مثلا مو اني اسويها، هذا التعاون نوع من التعاون بيناتنا يصير. الرجل اليوم يتحدث عن مشاكل حصلت بسبب عدم التعاون بين الطرفين، والمراه تتحدث، نقطه الفاصل بينهم شنو اللي خلاهم ما يتعاونون؟ ليش ابتعدوا؟ مشاكل الحياه والماده فشي كلش يعني هسه خصوصا جيل هسه. طيب. ما يتحملون، مو مثل جيلنا قبل، احنا على الحلوه والمره ويا الرجال. بس هسه لا، ها تحكين عن جيلكم. جيلنا احنا على الحلوه والمره عايشين، والنساء اليوم هسه لا ما يتحملن ابد، ولهذا نسبه الطلاق هواي. اها اي. طيب شنو دور الجيل اللي هو جيلكم او الجيل الاقدم منكم، شنو دوره بالنصيحه؟ يعني مثلا امي من واحد يتزوج، انا لحد لعلمك انا ترى انا ما متزوجه. زين، بس يعني من اختي تزوجت، يعني قالت لها ديري بالك على رجلك، طلعه طبه ما يصير الا بعلمه. نصيحه يعني اذا ما عنده مو تجيني تقولي لي انا ما عنده رجلي وما ادري شنو من هالسوالف هاي. يعني زين، برايك من يضغط اكثر بالحياه، الرجل ام المراه؟ يعني قصدك هسه لو الضغوطات اللي يعني على الرجل تكون ام على المرأة؟ والله هو الرجال ضغوطات عليه هواي كل شيء. يعني يكفي انه مثلا اكو الاعمال الحره هسه خطيه. صح. يعني الكسبه يوم عنده يوم اكو شغل يوم ماكو شغل، يعني فالمرأة لازم تتقبل وضع الرجال. من يتحمل توفير المال بكل الطرق وبكل الوسائل؟ ممكن يكونون اثنيناتهم. اها، وممكن يعني اذا المراه الموظفه بس الواجب تعاون الواجب على الرجال. يعني هو انت من الرجال يجي يعني هو يقول له هو يتكفل بكل الامور. بس بعدين هاي يعني اذا هي موظفه ساعده غصبا ما عليها. سمعتي عن حالات عدم تعاون، عدم يعني هاي التكافليه والتكامليه بالعلاقه؟ وايه. سمعتي او شفتي وصلوا الى طريق مسدود؟ ايوه. شنو اشياء سمعتيها انصدمتي بها ببساطة المواضيع اللي وصلوا إلى مشاكل؟
أنا راح أحكي لك إنه إحنا عشنا حالة. مثلاً أنا عندي جماعة يعني تزوجوا. أمها هي السبب بكل المشاكل اللي صارت وأدت إلى الطلاق. الأم الزوجة. أم الزوجة دخلت بكل الأمور. خربت بيناتهم. بالتالي بينما هم عندهم أولاد خطية وحاول يحافظ حاول ما قدر. بالتالي هذا تدخل من الأهل مرات يكون سلبي. أي السبب هسه هو الهواية يعني الأم وايدة تتدخل. حياك الله يعني نورتينا. الله يخليك. نكون رعيش. حياك. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله وبياك. تزوج أولا أم لا؟ أنا لا بعد ما الحياة الزوجية الآن. نعم. اللي تسمعها من أقارب من أصدقاء من مقربين. نعم. كيف تكون البناء الأسر؟ كيف نبنيها من البناء صحيح من البداية؟ من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال وجيه طبعا. والأسرة اليوم العراقية يعني تمر بتحدي صراحة. لأن جاي يصير هواي حالات يعني افتراق عن بعض يعني فترة الزواج قليلة يعني أيام أو أشهر يعني فتلقى يصير طلاق يعني بسرعة. فيعني اليوم الزواج لازم يبني على أساس صحيح يكون مبني على الاحترام المتبادل ومبني على يعني الاختيار الصحيح بين الأزواج يعني بين الزوجين يعني يكونون يعني اليوم بصراحة تلقى أكو بعض العنصرية عند الأزواج عند الناس يعني حتى تلقاها عند العوائل يعني هذه يعني تلقاها عنصرية مباحة يعني ممكن عائلة عن عائلة تفرق من يجيهم شخص مثلا ما يقدر ينسجم وياهم ومثلا نقول صارت هاي العلاقة سرعان ما تتفتت بعدين صح. فلازم قصدي حسن الاختيار صح. يعني من الوصايا الإسلامية ووصايا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسن الاختيار يعني الناس يختارون بعض يعني عوائل يعني بداية الشراكة بحسن الاختيار جاي. المبني على الاحترام ومبني على يعني الشراكة والعمل بين الاثنين هذه دارة العمل بين الزوج والزوجة وتخلي العلاقة الزوجية مستمرة يعني فلما ينسجمون يعني العلاقة علاقة انسجام زين ليش الرجال ما يتحملون النساء ليش على أي موقف على أي كذا ممكن ينفعل يتعصب مزاجيته عالية نعم واليوم لأن النساء يعني محترماتي لكل النساء لكن أحكي يعني بصورة عامة اليوم النساء أغلب المشاكل الأسرية والمشاكل العائلية بين الزوجين تكون يعني تبدأ بذرتها من النساء يعني الرجل تلقاه بالعمل دائما وتلقاه يعني مشغول حتى من يجي بالبيت مشغول فتلقاه يعني ضغوطات عليه كثيرة النساء مرات عندها متطلبات عندها أمور عندها أشياء يصير ضغط على الرجل أكثر فتشوف الرجل يعني يوصل إلى حالة ما يقدر يتحمل المرأة فيصير بيناتهم شنو يعني شد وجذب بين الاثنين بين الرجل والمرأة فالمرأة أغلب شيء هي دائما يعني عليها أن يعني تنظر للرجل يعني بعين أنه تتحمله تصبر عليه يعني حتى تستوعبه يعني والله سبحانه وتعالى من خلق آدم وحواء لماذا سماها حواء تحتوي الرجل تحتوي الرجل احتواء طيب. تام انت اليوم اذا ان شاء الله تتزوج يا ربي ان شاء الله نعم. نعم. شارك بواجبات المنزل نعم ماكو مشكله لا ماكو مشكله اصلا بالعكس هذه كانت في سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه كان في مهنه اهله عليه الصلاه والسلام يعني كان يشارك اهله في مهنتهم في عملهم في امورهم يعني كان يعني العامل المساعد في الاسره النبويه اللي المتعددة هي أكثر من عائلة وأكثر من زوجة صح. فكان النبي في مهنة أهلي بالعكس هذا شرف كبير حياك الله شكرا حياك الله بك أهلا وسهلا السلام عليكم أستاذ السلام عليكم حياك الله آسفين أخرناك لا عاد ماكو مشكلة السلام عليكم السلام شلون شباب شباب المتاز هلا حياكم الله اليوم موضوعنا يحكي عن الأسرة المتكاملة أو بناء الأسرة بشكل صحيح بما أنا متزوج معاك العائلة الله يحفظهم كيف نبني أسرة متكاملة وعلى ماذا القواعد والأسس؟ طبعاً أكيد يعني إنه إذا تريد تبني أسرة متكاملة لازم يكون بالبداية إنه الاختيار مالتك صعب سواء كان من طرف الزوج أو الزوجة. إحنا هنا يعني تعرف يعني بالعراق وضعيتنا كمجتمع يعني شرقي خلينا نقول إسلامي فأكيد لما تريد تجي تختار لازم يكون اختيارك يعني احتمال مثلاً هسه خاصة في ضوء التطور اللي يصير ممكن بالبداية يكون اختيارك اختيار يعني خلينا نقول تقليدي. مثل ما يعني احنا تقريبا متعارف عليه بالضبط يعني ماكو تعارف مثلا انا مثلا زوجتي اخت يعني بتعمي
فصار يعني انه اعرفها وتعرفني. صح. هذا زواج التقليدي او زواج الاقارب. يعني بالوقت الحاضر تعرف يعني بسبب الانفتاح اكيد يعني هنالك علاقات تصير ما بين الطرفين، بالتالي انه حيكون يعني الاختيار مبني على اساس الحب، بغض النظر كون الزواج تقليدي او غير تقليدي. بالنهايه التفاهم بعد الزواج هو الاساس. ممكن كثير من الزيجات اللي تصير احيانا تكون عن حب لكن بالنتيجه تكون يعني مصيرها الفشل، احيانا لا يكون زواج تقليدي وينجح. لكن ينجح. صح. الاساس بالعمليه كليتها هو التفاهم. انا من البدايه متفاهم وياها مهند، قلت لها باعي اكو عندنا نقطه اساسيه خلينا نخليها مثل ما نقول يعني قواعد انه بالتعامل الزوجي الا وهي اذا شفتيني عصبي انت واخذه من عندي، اذا شفتك عصبيه انت واخذه من عندي. حلو. زين بالنتيجه انه العصبيه ما حتجيب نتيجه، اذا حصير هي ديك واني ديك بالبيت ما حصير ماكو، حصير ناقر، صار ما له متوافق. فالفكره هنا انه لازم يكون هذا الشيء متفاهم عليه. يعني وبالنتيجه اكيد يعني حصير هي المشاكل وارده بالعلاقه. طبعا اكيد. لكن كيف ممكن كانت زوج حتى بعدين السؤال نفسه اساله للزوج، نعم. كيف ممكن تخلص من هذه المشكلة وأنت مضغوط في العمل، مضغوط مادياً، أطلاقاً. عندك مشاكل. ماكو علاقة بين الزوج والزوجة أو بين الحبيب وحبيبته، بين الخطيب وخطيبته، ماكو علاقة تخلى من المشاكل. صح. أساس بناء هذه العلاقة وأساس تحسينها وديمومتها هو حدوث هذه المشاكل. بالنتيجة أنهم يعني شلون الطريقة اللي حيقدرون من خلالها أنه يتجاوزون هذه المشاكل وصولاً إلى بر الأمان. ماكو بيت ما يخلى من مشاكل. بس مشاكل طول المشاكل مو صحيح. طبعا اكيد 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 احنا بالبدايه لازم انه يكون حل المشاكل من داخل الاسره، بعد اذا تطورت المشاكل صارت خلينا نقول تفرعت ممكن انه مثل ما يقول. زين كيف ممكن تسيطر على نفسك وانت رجل ومضغوط وكل هالضغوطات وتجي المراه تزيد من ضغوطاتك وتدخل؟ ما هو هذا اللي قلته انا بالبدايه، قلت لك احنا اساسا خلينا هذا الشرط بالاساس. قلت لها يابا شفتيني عصبي واخري، لان انت من يعني المشكله وين هي؟ طيب. انه انت جاي على قولتك ضغوطات العمل وجاي بالنتيجه تريد انه ترتاح بالبيت وتشوف مرتك مثلا ها انت ما جبت لي فلان شيء ما سويت لي فلان شيء كذا حش كل يوم نريد نطلع ما طلعتنا ما كذا، يعني بالنتيجه ايش حيصير؟ حيصير عندك يعني انت جاي تعبان، ممكن هي المشكله تافهه وتريد تتجاوز تتغاضى عنها، لكن بسبب انه الاصرار مالتها على تحقيق ما هي تريده او خلينا نقول عنادها هذا اللي حيأدي. طبعا نحكي انا مو من يعني الطرف الاخر نفس الحاله. صح. زين طبيعه الزيجات طبيعتهم. نعم. يعني يستمرن بالكلام وما والله يطمعن. انا كنت محظوظ بام مهند للامانه. الحمد لله للامانه اقولها يعني للملأ يعني سالم يمكن ما حاكي يعني حاكيها قدامها انا، لكن انا ارجع واقول انه انا كنت محظوظ بحصولي على ام مهند. كيف طويل زواجكم ما شاء الله؟ والله ما شاء الله احنا عندنا تقريبا صار مرضى 16 سنه، صار 18 سنه ما شاء الله. الله يصلي على النبي. ما فد يوم مديت ايدي عليها ولا فد يوم هي جازت علي الحمد لله وشكرا. هذا مو للملأ لكن هذا واقع. الكلمه مطاعه. نعم. الكلمه مطاعه. بمعنى؟ الكلمه مطاعه عند ما تؤمر تطيع. اني او هي؟ عند ما تؤمرها بشيء. هي مو امر. احنا خلينا نقول متفاهمين على تحقيق ما نريده. اها. يعني نتناقش بالمساله، اذا شفناها مثلا والله من وجهه قنعتني بوجهه نظرك انا بها. حلو. ما قنعتني بوجهه نظرها هم كان بها. زين. في جميع الاحوال انا ماشي رايي. ام مهند. حياك الله. الله يبارك فيك. هذه العلاقه اللي دامت على المحبه والتفاهم، تمام؟ تشوفين انه هذا الجيل الحالي يبني هذه العلاقات على هاي الطريقة؟ والله مع الأسف لا، يعني الأكثرية ما يعني ما يطبقون هذا الشيء. هو أهم شيء التفاهم بالحياة الزوجية. نعم. وما ندخل الأطراف اللي أهلي أو أهله، هاي كلش يعني غلط. صح. هذا يعني هو سبب تعاسة الأولاد. صح. لأنه أكثر الأحيان سبب الطلاق هو الدخول الأم يعني جانب بنتها أو أبوها. إذا تدخلوا شو حيصير؟ إذا تدخلوا طرفان والله يعني ما أنصح يعني أنه يحلون مشاكلهم بيناتهم. صح. كل هذه الفترة الحلوة اللي عشتيها ويا أبو تتحملين إذا صاب فقر، إذا صاب ألم، لا سامح الله معافى؟ طبعا. يعني إذا صاب طبعا يعني موقف. فترة ظل مريض يعني كلهم يعني بالدائرة يعني مقهورة يعني يحسون بي يعني مقهورة أقول لهم يعني أتألم عبالك أني يعني مريضة. ما شاء الله. أي والله يعني الله شاهد يعني كلش تأذيت، هو ظل مريض شهر. صحة وعافية. تعبان. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. ونقول اللهم صل على النبي على هذه العلاقة. الله يسلمك. وعين الناس باردة إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا أم مهند. شكرا أبو مهند. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم أستاذ. آسفين أخرناك. حياكم الله. كيف الحال؟ الله يسلمك. حياكم الله. هسه بدأ اللقاء؟
يبارك الله فيك. اليوم نسأل عن الشراكة الزوجية ما بين الرجل والمرأة، على ماذا تبنى؟ أولا الحلقات الفضائية قناة الفلوجة قناتكم محترمة. والله الحياة الزوجية تنبني على التفاهم والاحترام والتقدير وعدم العصبية وعدم المشاكل وهاي. فهو الله سبحانه خلق البيت يعني مأوى للراحة والاستقرار بين الزوج والزوجة والعائلة والأطفال والولد إذا كانوا كبار أو بنات. فالحمد لله الحياة ماشية طبيعية. إحنا ما صرت عصبي وانفعالي؟ لا والله أنا بد ما أصير عصبي. أنا العراق الوحيد ما أصير عصبي. إيه يعني انقلبت سيارتي نزلت أضحك. ما شاء الله. إيه يعني مرة المواقف سيارتي انقلبت دعمني لوري وما نزلت أضحك. طبيعتك مو عصبي؟ إيه طبيعتي الحمد لله. هاي النساء يريدنك يدورنك دوار. لا الحمد لله. مو عصبي مطلوب. لا الحمد لله معود. إيه معروف عن العراقي عصبي. إيه صحيح. بس إيه بس أنا لا الحمد لله. إيه يعرفوني بالبيت أبد مو عصبي. شو تنصح أنت اليوم اللي يشوف بأعمار أولادك بناتك؟ شو تنصحهم عندما تشوف أكو بناء أسرة جديدة؟ شو النصيحة؟ والله أنصحهم بالالتزام والاحترام للزوج واحترام للعمة والعم والعائلة والجيران والأقارب. أنصحهم والله بالاحترام والصبر دائما. صبر. إيه صبر والاحترام حتى تنبني العائلة وتنبني الأسرة على تفاهم واحترام. يعني كل ما يكون الهدوء والاحترام بالبيت يكون أحسن. زين شاركت الزوجة بواجبات البيت؟ والله احنا بناتنا مشاركين لان هي موظفه وانا رجال يعني صاحب عمل حر عندي سياره اشتغل بيها حبل وهاي تساعدها بالبيت؟ اي طبعا هي تساعدني وانا اساعدها بكل الامور كل الامور يعني زي. يعني داخل البيت وخارج البيت وبالعيشه وبكل شيء يعني مشاركين بيها. زين حياك الله. السلام عليكم. السلام. اليوم على الزوجه شنو ان تسوي حتى تكون حياتها ماشيه باتجاه صحيح؟ والله اهم شيء الثقه بيناتهم. زين شنو الثقه؟ ثقة يعني تخلي ثقتها بزوجها كبيرة يعني أو نوصل مشاكل وبعدين يجي التفاهم والحب والمساعدة بين الزوج والزوجة. يعني هو الزوج من يشوف زوجته زينة ما أصور يعني هو يصير مو زين. صح لو لا؟ إذا شاف زوجته زينة زينة مثلا متقبلته حتى هو ما يصير زين وياها. طبعاً أكيد يعني. يعني أنت اليوم أفهم من كلامك أنه الزوج هو أيضاً رد فعل إذا شاف من الزوجة شيء. طبعاً رد فعل سلبي مثلاً. إذا شاف مثلاً الصيح أو عصبية طبعاً رد فعل سلبي وحياتهم تتخرب. الزوجة تحمل الصوت العالي؟ هي لازم نقاش. تتحمل لأن جزء يوم يجي عصبي ويصيح ما فيها شيء. لا قصدي انه الزوجة اذا رفع الصوت يتحمل الزوج؟ لا طبعا ما يصير. ما يصير. احنا مجتمعنا ما يتقبل هالشيء. الزوج ما يتقبل. زين انت سمعين اليوم الاجيال اللي موجودة من الفتيات تمام؟ ما اخذين ذبة نسوان قبل اهل قبل العلاقة؟ طبعاً. شنو اللي تغير؟ شنو النقاط اللي شفتيها تغيرت بالبنات؟ والله واي يعني قش ما تتحمل أهل زوجها يعني إذا عمتهم زوجها وأبو زوجها ما تتحمل. هذا ما يصير. أنت هذا الزوج كمية جاي قابل غير أبوهم ومربيهم كبريهم سوي شاب صح. لازم تتحمل يعني جوز 5 سنين 10 تتحملهم صح. وراها يعني راح تنبني حياتها صحيحة يعني الجيل مالت أطفالها من بنو شيء صحيح. حياكم الله. والله يديم هاي العلاقة بالمحبة. الله يسلمك. شكرا استاذ. شكرا سيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ. السلام. حياك الله. الله يحييك. أهلا استاذ. حياك الله. كيف الحال؟ الله يبارك فيكم. متزوج ولا؟ والله كنت سابقا متزوج. أها. إن شاء الله يا ربي الزوجة الصالحة نبي. إن شاء الله. الله يبارك. يا رب. عندك أولاد بنات؟ نعم نعم عندي 2 ولد وبنية. ما شاء الله. أنا أسألك بس المشكلة أنت قلت لي كنت سابقا. أي عادي والله مو مشكلة. وأنا سؤالي قد يكون يعني عن الحالة الزوجية. عن الحالة الزوجية. عن المجتمع نعم. شنو اللي يخرب العلاقة الزوجية؟ والله دائما اللي يخرب العلاقة الزوجية الطرف الثالث. ثالث. الطرف الثالث. أها. إذا يبقى الزوج والزوجة بيناتهم مشاكل ماكو مشكلة. بس إذا أكو طرف ثالث هنا المشكلة. حقيقي بالضبط. اذا ما صارت هاي التكامليه ما صارت هاي التعاون ادي الى خراب بيت اكيد لا متعاونوا الطرفين اكيد هذا السبب الاول. اهم شيء التفاهم بين الزوج والزوجه. أي بس العراقي ما يتفاهم عصبي اي المفروض الطرف الثاني اذا الزوج عصبي المفروض الزوجه ان تكون تتحمل وتمتص الغضب ليش اللي نقول وقت الموت. اي لازم يعني
ظروف الرجل العراقي خارج البيت وظروف العمل وظروف الوضع الراهن سابقا الحمد لله هذا الوضع زين يعني تسبب ضغط عليه زين. انا ما احب ادخل بخصوصيات العوائل نعم. لكن عندي سؤال يرتبط بقضية مهمة تفضل. اللي انا دائما اقول الاولاد ضحية الاطفال ضحية اكيد ضحية هم الضحية الاولى نعم للاسف يحتاجون الاب والام دائما اي انا الحمد لله شكرا انا ما خليتهم يعني بموقف محرج لا هم ولا طليقت يعني سابقا أه. اي يعني حتى ما وصلت محاكم والسوالف لا حدا للطلاق بس بالمحكمه وانت حتى الامور الاقتصاديه والامور الماليه بيناتنا اي خارج نطاق المحكمه لو عاد بيك الزمن نعم لو عاد بيك الزمن اكو اخطاء بيك تعدلها كنا اخطاء صحح منها لو تظل مصر انه انت ما عندك خطا طبعا صحح منها صح اذا المقابل صحح اذا المقابل صحح فيعني معناها مرتبطه بالاثنين العلاقه هو ليش قلت التفاهم بالعلاقه الزوجيه حلو العلاقه الزوجيه تنجح بثلاث امور الحب والوفاء والصدق حلو هذان اذا كملن مو مشكله العناد دمر عوائل العناد دمر عوائل اكيد دمر عناد ويسمع للغير يسمع خارج بيته مشكلة الله يحفظك إن شاء الله عافاك الله يسلمك شلونك ساب شلون الصحة الله يحفظك جيلنا الحالي سواء رجال أو نساء يتحملون لا مثل ما قيل عن المرأة العراقية الماجدة تتحمل صبرها وينك وجيلي يتحمل زين بالشهر 5000 حالة طلاق وينك يعني معناها هذا الرقم دليل عدم تحمل 5000 بشهر تحمل ايش قد 1% ايه رقم مهول ما يتحمل بعيد عن هذا الموضوع عندي مناشد رئيس اركان الجيش ووزير الدفاع المحترم يلا يسمعك يعني امي تقابلهم على انه انا عندي شهداء والدي شهيد ضحايا غاب وعندي اخوي ابو فخخه شهيد الله هاي اثنين زين ومنتسب بالدفاع عني وعندي مشكله يعني ما اقدر اطرحها من خلال مظلومين لقائكم اي يا ريت انه اواجههم ضروري يعني يا ريت انه رئيس اركان هو باب مفتوح لكل شخص دكتورك لي رقمك يم المنسق انطيك اياه وحوصل واحب اعايدهم من خلال منبر قناه الفلوجه سلم. زين هم كل عام وهم بخير ان شاء الله يا ربي ودايمين بلدنا الحبيب تحياتي لكل صنوف قوات الامنيه الجيش والشرطه وتحياتنا لعبد الامير يا الله هو ابو الجندي بعد وحنوصلها المكتب يا ريت والله يا ريت راح نرسلها وعسى ان يكون الاستجابه سهل. ان شاء الله بركه الله لانه انا ردت اوصله ما قدرت سهله خلي رقمك يم حياك الله شكرا استاذ شكرا نورتونا اهلا وسهلا يلا خلينا نستمر بالحوار ونشوف عائله اهلا استاذ شنو الاسئله مالك حياك الله خلي نشوفك الكاميرا وراك اذا قضايا سياسيه جاوبك لا مو سياسه اي لا عندنا اهم من السياسه لا مو هاي شنو أنا عمري 92 سنة حياك الله ويا ملك فيصل ويا مجرم عافاك الله أنا بس اسمعني الموضوع اسمع مني الموضوع عمو الموضوع اليوم الشراكة الزوجية بين الرجل والمرأة إيه؟ احنا اليوم قاعد تصير عندنا حالات مشاكل وطلاق كثيرة إيه؟ هاي على شنو تنبني؟ هاي مشاكل هواية على شنو تنبني العلاقة الصحيحة؟ العلاقة الصحيحة التليفون هذا يلغي التليفون يلغي؟ يلغي هذا شلون نتخابر؟ هو ها ليش كنا قبل شلون عايشين؟ على الأرض بلا تليفون اه تمام لو لا البو... بس وقف يمين خلي شوف الكاميرا اي عمو اي كنا قبل شلون عايشين اول شيء هسه مع احترامي للشعب العراقي دخل ببطنه حرام لا لا خليني احكي لك هاي واحده اثنين هالتليفون هذا هالتليفون اذى العراق فساد هسه كل ساعه بالعراق تسعه طلاق انا بالمحاكم زين من سبب تليفون سبب ثاني ليش بالليل يرتي بالتليفون والحبوب والكنسلة وما يشتغل عايش على عائلته على أبوه يوم يومين ثلاثة أبوه يظل يعيش هو إذا تزوج زين هناك يقول له أطلع طريقتين الشباب اللي زوج زين خلاص أسألك حجي إيه إيش قد فترة زواجك أنت؟ أنا فترة زواجي بقى 60 سنة ما زعلت ولا طلعت ولا خلفت لما ماتت 60 سنة علاقة 60 سنة أنا وياها ماتت عمرها 85 سنة لا لا أنا عمري 92 زين عشرة ملك فيصل أحكيه
صدام المجرم حكيت وياه. زين بس سؤال، خلينا بس عوف للسياسه. ايه؟ انا بسالك ايه؟ 60 سنه شلون بنيتها؟ بنيتها ماكو غش. ما طب عندي حرام. ما دورت هذا الكاغذ الكلب حشاك ما ياكله. زين. ما دورت هاي. زين. صح بيدي منصب ولكن هاي كلها زلتها. زين. عشت على يعني عشت شنو؟ على الله. ليش؟ ما خنت. عاملني معامله على شغل كلفني كلفتني على شغل. شلون تحملتك 60 سنه؟ تحملتها واني مرتاح نفسيا خارج العراق وداخل العراق. وهي شلون حملتك؟ تحملت هي بالعائله هم واصل بالدوله. تحملت ولي حد الان وصل على 60 سنه زعلت من عندي ولا وصلت 60 سنه ما زعلت؟ والله ما زعلت. 60 سنه ما ضاربها؟ ضربتها مره غلطت. وهي اهلها قاده. وتندمت مو؟ تندمت ليش؟ غلطت انا اشتبهت بشغله ضربتها وهذاك يوم وهذا. تحبها؟ شو ما احبها؟ هي ماتت واني هي حياتي. الله يرحمها. اي واذا سالوني على بالي على السياسه كانت. شكرا جزيلا حجي، بارك الله فيك، طولت العمر ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. حاسين احبك، يبارك فيك. الله يحفظكم. الله يخليك. كيف نبني العلاقه الزوجيه بشكل صحيح؟ يعني تبادل الاراء لابد وان هي تصير. يعني احترامات لازم تصير بين الزوجين. بالبداية فإذا تأسست صحيح من البداية تمشي صحيح في الأمور هي هاي. زين اليوم إيه. انت يعني إذا تعصب مثلا لا يعني من يم الرجل ولا من يم المرأة تعصب يصير. إذا صار تعصب لا تصير مو حلوة صراحة. مو حلوة. إيه. يعني أكثر المشاكل اللي قاعد يواجهوها الناس اليوم عوائل عراقية، شنو أكثر مشاكل اللي تؤدي إلى انفصال لا سمح الله؟ ماكو تسامح بين الطرفين. يعني مثلا اذا اكو مثلا يقول لك اذا مثلا واحد يصير شويه قوي لازم الثاني يرخي. صحيح؟ فلازم يصير بيها تسامح حياه الزوجيه. اذا ماكو تسامح الشيء طبيعي. الرجل العراقي متسامح؟ مو دائما. مو دائما. اي يعني بس يعني اغلب الاحيان متسامح. على قولتي يقول يتشفى الشر. يتشفى الشر؟ يتشفى الشر اي. هي متسامح اكثر هذا. يعني موجودين متسامحين وقسم من عندهم لا. اللي يكون متسامح دائما ممكن انه بعض النساء يستغلن هذا التسامح بشكل خطا؟ شيء طبيعي موجوده بس يعني تتبع التربيه الرجل وتربيه المراه. طيب اذا ناشئين بتربيه يعني بيد يعني مرتب وبتربيه صحيحه هذا ما يستغلوها هاي. ما تستغل. واكو قسم من عندهم على حسب تربيتهم اذا مو هالقد لا تختلف. اليوم شنو اللي انت ممكن تشوفه من الشباب والبنات الجيل الحالي؟ شنو ممكن تنصحهم اذا سمعت رجل او بنت حيد تتزوج او يتزوج؟ يعني لابد وين يصير تفاهم بيناتهم. واذا شاف الطرف الثاني واحد من الاطراف اذا شاف الطرف الثاني متعصب لازم يرخي هو. وصلت الفكره؟ على مود شنو تستمر الحياه. يعني ما تجي كلها حلوه. ايه تنازل. ما تجي كلها لازم يصير تنازل من الطرفين لازم يصير. اذا الرجل عند وقال لك انا رجل ما اتنازل. هذا مع احتراماتي يعني ما لها علاقه بالرجوله هاي. ما لها دخل؟ ما لها دخل بالرجوله، بالعكس. بالعكس لا على التسامح لابد وين؟ لابد وين؟ يعني احنا ديننا يريد التسامح من عندنا. صحيح دين صح. الاسلام معطى المسلمين احنا لابد وين نتسامح. لازم نتسامح. صح دين يعني ما يصير التعصب تعصب وما تعصب وذن الشغلات. فعلا. ما ترهم صعبه. فعلا. فعلا. ما تستمر الحياه. تمام. حياك الله. الله يخليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يلا خلينا ناخذ الشباب والبنات. يلا تفضل استاذ. اهلا خلينا نتقدم بنامك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. متزوج ولا لا؟ تريد تتزوج ولا يعني مو هسه ولا التخرج ممكن؟ يا الله ان شاء الله. ان شاء الله تتخرج اسمعين تتفوق في عملك. الله يبارك فيك. الله يعزك. سولف لي. تسمع اليوم مشاكل هذا الجيل، مشاكل الزوج والزوجه كثره وكثيره. صراحه هي اكو هواي مشاكل منتشره بين الزوج والزوجه، هواي طلاقات نسب طلاقات اعلى من لازم تكون. شنو اسباب مشاكل اليوم بهذا الجيل بين العوائل؟ اعتقد المشاكل يعني خلينا نقول اسباب الطلاق ان صح التعبير. زي. انه الاشخاص اللي يتزوجون ما مهيئين للزواج، يعني ما الرجل لما جاي يتزوج ما عنده فكر اللي لازم يكون عنده حتى يتزوج، ما عنده مسؤوليه، ما عنده اتخاذ قرار، ما عنده شخصيه، مجرد عنده فلوس ويلا بينا بس. حتى مرات حتى فلوس ما عنده. فبالتالي هو الاساس يعني صحيح هو اللي يبني اسره صحيحه. هو لازم انت قبل ما تزوج ابنك تعلمه، مثلا تعطيه كتاب يدرسه، كتاب يقراه، دورات. دكتور جاسم محمد جاسم مطوع الكويتي عنده فيديوهات تخبل على هذا الموضوع.
ودورات وهواي عنده شيء رائع صراحة. تمام. زين اليوم أنت وسط هذا الضغوطات والحار والمتاعب وغيرها، ممكن تسمع عصبية الزوجة، ممكن تسمع مزاجية أو طلبات كثيرة لو ما خلص الوضع ما يتحمل عندك؟ يعني خلينا نقول إذا فرضنا أن أنا متزوج، يعني فرضاً متزوج، أي هو أكيد باوع هي البنية بصورة عامة، خلينا نقول مزاجها يتقلب بين حين والآخر، فلازم الرجل يحتوي الموضوع، لازم خلينا نقول يكبر عقله، خلينا نكون واقعيين، لازم يكبر عقله ويروح يمشي وياها، اوكي يعني يقول هاني غلطان ولا هو مو غلطان، هي زوجته هي مو هو مو صديقك حتى ترد الكلمه بكلمه، يعني عرفت شلون؟ ولا هي معركه ولا هي معركه، هي زوجتك هي تابع لك صح، يعني غلطت عليك مو فرد مشكله مو صديقك، خلينا نقول هي جزء من عائلتك غلطت عليك تقول يعني عادي برايك؟ شقة اذا مثلا في لا لحظه عصبيه اي انت مثلا قرتي او مثلا اي كلمه هي او مثلا قالت لك انت غلطان اوكي يعني غلطان يعني اوكي هي مو صديقك حتى ترد الكلمه بكلمه او ولد بالشارع لا شو الممكن زوجتك ممكن تسامح بس انت اليوم كرجل ما تسامح نهائيا اطلاقا يعني اذا مثلا ابرد حدودي وسط حدود الاهل هاي شوي موضوع ما اقول لك ما نسامح بس شويه اصعب يعني موضوع شويه يعني حد اعلى بالضبط تمام صحه وعافيه الله يبارك فيك سعيد هلا وسهلا احبتي المشاهدين وصلنا الى الفاصل قبل الفاصل كل ما تسمعوه من حوارات عن هذا الموضوع هو يصب بمصلحة واحدة بناء الأسرة بطريقة صحيحة كيف نبنيها المشاكل اللي حدثوا بها أخواننا وعوائلنا الكريمة حدثوا عن حياة كل من شاف مشكلة كل من شاف معاناة في بيت معين فبالتالي نتحدث عن المشاكل لنرى الحلول أين تكمن؟ تكمن في راحة هذا البيت من خلال التفاهم ومن خلال التنازل الطرفين ومن خلال عدم التمسك بالعناد في هذا الملف وفي هذا الموضوع ببناء الأسرة أحبة المشاهدين فاصل ونرجع لكم حياكم الله أهلا بكم أحبتي المشاهدين حياكم الله عدنا من الفاصل والحديث مستمر كيفية بناء وتكوين أسرة خاصة مع وجود بعض المنغصات وبعض الآراء المختلفة من الطرفين الزوج والزوجة وللحديث أكثر وحتى نكون موضوعيين في هذا الملف نرحب بالباحثة الاجتماعية الدكتورة هبة الموسوي حياك الله دكتورة أهلا وسهلا في برنامج مع الناس دكتورة تحدث اليوم عن الأسرة العراقية نعم. كيف كانت تبنى الأسرة العراقية سابقا وكيف تبنى الأسرة العراقية الآن بالبداية أنا أحييكم وأحييك أستاذ أحمد وحي الكادر كله حياكم نورتونا وأهلا وسهلا الله. طبعا أكيد العوائل سابقا كانت عيشتها نقدر نقول على الفطرة عيشة مبنية على ود واحترام وتفاهم والعيشة البسيطة اللي كبرنا عليها اللي تعودنا عليها طيب بالآونة الأخيرة لا صار بيها الحداثة صار بيها التكنولوجيا دخلت بيها التغييرات اللي صارت بالبلد طيب فأكيد اللي تعلمناه سابقاً أكيد يتغير نسبة معينة بالحالة. زين التغييرات اللي صارت اليوم برأيك بسببها إنه يعني الجانب التطور التقني والتكنولوجي اللي وصلنا إلى له وتأثيره على مزاجيات وآراء الطرفين إذا الزوج وإذا الزوجة أم الموضوع مرتبط ببناء جديد لجيل جديد مختلف بكل شيء. اليوم نحن نعيش واقع حال. اللي هو السوشيال ميديا والأفلام والمسلسلات اللي هي 200 حلقة وأكثر
وبيها أحداث سلبية أكثر مما تكون إيجابية. طيب. وهذا الشيء يأثر على مستوى العائلة من جميع النواحي. إذا كانت متكاتفة أو احتوائية فأكو هواي منغصات تأثر على البيئة. طيب. بداخل الأسرة، وسببها الشاشة الصغيرة اليوتيوب. طيب اليوم تشوفين الزوج، خلينا نتحدث نفصل الموضوع بين الزوج والزوجة. الزوج اليوم متحمل هذه المسؤولية، يعني مسؤولية الأسرة وتوصيف أنه هو رب الأسرة، يتحمل هذه التوصيف بالجيل الحالي؟ إحنا ما نجزم، بس نسبة جدا قليلة اللي يتحملون المسؤولية. طيب. السبب ميول العديد من النساء إلى مشاركة الزوج، بحيث الأكثرية تعينوا من بعد ما كملوا دراسة، بعض الأحيان حتى وإن ماكو تحصيل دراسي لجأوا للتعيين. طيب. أو ممارسة أي وظيفة حتى تشارك الزوج. الزوج بدأ يعتمد أنه هي شالت المسؤولية عني، خففت هواي، فبدأ هو هماتين يقلل الكاهل عنه، وتبدي مسيرة الأم تخوضها بمسيرة حياتها ببيتها ويا أولادها ويا نفسها ويا المجتمع. هذا اعتماد الأغلبية على زوجاتهم. كنا نسمع سابقا أنه، وهذا الشيء خطأ طبعا، أنا ما أنصح به. كنا نسمع سابقا أنه علاقة زوجية دامت 60 سنة، تمام، هذه مبنية على حب، على عدم على احترام الطرفين، على عدم إهانة أحد الأطراف. وهذا متزوج من قبل 60 سنة، إحنا بدنا نحكي من بعد التغيير النظام. لحد الآن هواي تغير النظام. بعد النظام هو النظام سياسي. إيه؟ شنو اللي أثر اليوم؟ لا أثر هواي، بدي أقول لك التكنولوجيا اللي دخلت لنا والحداثة اللي دخلت لنا. موجودة في باقي البلدان التكنولوجيا. إحنا ما كنا نشوفها. ما وصلت 5000 حالة طلاق بالشهر. إحنا ما كنا نشوفها. إحنا ما كنا نشوفها. إيه لا، أنا قصدي إنه في دول عربية. نعم. سبقتنا بالجانب التقني والتكنولوجي. نعم. ما عندهم 5000 حالة طلاق بالشهر. يعني التفكك واضح عندنا. احنا بيرق. احنا اذا هسه بالشهر 5000 احنا نقول الحمد لله والشكر. ليش؟ اتوقع اكثر. يعني تتوقعين قادم اكثر؟ اي. اكيد. على شنو المعطيات؟ اليوم المخالطة لها دور. زين. انا اليوم اشوف فلانة افضل مني. انا اليوم اشوف فلانة احسن مني، اذا استغني عنه. ما أريده بحياتي. بهذه البساطة. نعم. نعم. أكو العديد من يستقبل هذه الجوهرة. بالنهاية أنا أكتفي بشخصيتي بحياتي بتوفيقي، ومو مشكلة أنه يكون زوج. طيب. بحياتي. اليوم الزوجة متمردة؟ تمردت. نعم. تمردت بسبب الرجال. الرجال اليوم ما طول انطاها الكيفية والقدرة انه هي تطلع للشارع، اذا الشارع خلاها تشجع، فهي ما محتاجة بعد رجل بحياتها. بس انت هسه النساء يعني حينتقدنك، يعني تريديها حبيسة المنزل؟ لازم تكون بيتوتية ايش قد ما تقدر. ايش قد ما تقدر، ايش قد عندها نسبة؟ نسبة عمل 20% اوفر 80 البيتي. ماكو احلى من البيت والاسرة. بس من تبدي لا تطلع اكثر من الواجب للشارع، صدقني بعد يعني الزوج ما راح تعير له اي اهميه، مجرد ما انه بس اكل شرب ملبس تنظيف، بس هي شافت حياتها برا. زين. طبتها وطلعتها ونسيتها. كباحثين في شؤون المراه، باحثين في شؤون المجتمع. نعم. شنو دوركم اذا انا اسمع 5000 حاله طلاق؟ احملكم انتم المسؤوليه ايضا. اكيد. انتم ما مطين القواعد الأساسية لنضوج مجتمع، لنصائح النساء الرجال. أنا اليوم من مفتصل اللي أنا عايشة به، اللي هو كتدريسية داخل جامعة وأمثل جامعة، والجامعة الأم هي جامعة بغداد. إحنا اليوم عندنا دورات، إحنا اليوم عندنا ورش. طيب. عمل. إحنا دائما نحاول نوضح
كيفية العمل وآلية العمل، بال شلون نوصفها، انه ابتعد يا شاب ويا شابة عن هواي امور احنا نريد نوصلها للمجتمع من خلالكم كطلبة، انتم زرعوها برا. انا اليوم باحثة اجتماعية، اختصاصي تنمية بشرية، ما اقدر ادخل للمحكمة واكون انا باحثة اجتماعية داخل المحكمة، هذا اختصاص القانون. انا اقصد لا توصلي، انا ما احكي عن الجانب القانوني، بالعكس انا اتحدث عن صلب اختصاصك. نعم، التنمية البشرية. نعم تمام. نعم، هذا ايضا من بناء الاسرة، ايضا من جانب التنمية البشرية. مو قلت لك انا داخل الموقع اللي انا به كجامعة اقدر ازرع بين طلابي. اقدر ازرع بين طلابي، طلابي يوصلوا للخارج من خلال اسرتهم، من خلال علاقاتهم، بيوتهم، ازواجهم، زوجاتهم. واصل الى هذه المرحله من التشنج الاسري. نعم، ان كان الطرف او طرفان. نعم، ممكن انه يستفاد من دوره معينه او يستفاد من كلمه، يستفاد من معلومه. اي احنا عندنا مثلا نقول الحيه، مو الكلمه الطيبه طلع الصدقه طلع الحيه من الزاغور. فهي لازم تاثر بي، لازم احنا اليوم من نحكي لازم ناثر. زين، من يكون ممكن مساعد لحل مشكلة زوجين؟ منو؟ هم نفسهم فقط؟ فقط، صدقني. من يدخل ممكن طرف؟ ممكن العمة، ممكن عمة الأب أو عمة الزوجة أو الزوج، ممكن تتدخل تحل؟ شوف، أنا اليوم إذا عندي مشكلة ويا زوجي، طيب، وأريد أني أحلها، راح يدخل طرف يحلها. طيب، قريب، غريب، صديق، محب. ان انا يمكن مره ضعيفه اقدر كل شيء ابوح هي شيء شيء شيء، هو كرجل شجاعته او شخصيته او مكانته ما تسمح لي يبوح بكل الامور. احنا فرجنا الناس علينا وبالاخير راح نتراضى. طيب خو من البدايه احنا نتراضى، احنا ليش ندخل طرف يحل المشاكل وهو اساسا هي مشكلتنا؟ اساسا هو موضوعنا احنا نحله. ليش اخلي فلان وفلان وانا راح احكي اللي عندي وانت راح تحكي اللي عندك وانفضحنا وانكشفنا؟ زين، وهذا انا من اللي يتحمل منه؟ لازم دائما انا اكون ويا الجانب الذكوري. زين، باكثر من لقاء، بس هالمره لا، راح اكون انا ويا الاناث، لانه ثبتت لي الحياة أنه المرأة من قد ما تقدم تنازلات الشريك حياتها أصبحت عديمة المكانة، وهذا الشيء مو حلو بحقها. استغلت تنازلات الزوج؟ نعم استغلها، أكيد استغلها، أنه ما تقدر بلاياي، تحبني، تريدني، تودني، وهذا غلط. أنت لازم توقف عند حد معين أنه هاي المرأة إلها مرة، مرتين، ثلاثة، الرابعة بعد ما تقدر. طيب، يعني راح ترجع لنفسها. المرأة تطالب الرجل بشراكة. نعم، نعم، لكن الشراكة تفصل على مزاج المرأة. نعم، والرجل يبتعد عن جزئيات من الشراكة ويطالب بشراكة من نوع معين. فلكل واحد عنده يعني سيكولوجية الشراكة عنده في مخيلته تختلف. هنا الشراكة الحقيقية شنو؟ توصيف الشراكة الحقيقية شنو؟ برأيي أنه لازم واحد يفهم الثاني. زين، وواحد يكون سند الثاني. وأشجع اليوم المرأة لصر أنانية أنه من نشوف طموحها أوصل إلى حد معين أنه هو أوكي متمكن من كل شيء، أشجعه. طيب، نعم، زيد بعملك، بمشاركتك، بتواصلك، بتواجدك، أنا أحييك. بالمقابل هو لازم يكون جدير انه يكون لها السند، انه استمري، كملي، توفقي، دراستك، مكانتك، ميدان. احنا اليوم لازم نقرب وجهات النظر. تمام، ليه يكون الرجل مزمت برايه والعنصريه مالته انه هو رجال لازم يعيش دور السيد؟ هذا الدور راح ويا جيله. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول انه كل زمن وإلى وقته. صح،
اليوم احنا الوقت اللي نعيشه يختلف عن الوقت اللي مضى. طيب زين خلينا نتحدث عن اليوم فطرة العائلة العراقية. نعم. كانت تبنى الأسر العراقية بالفطرة، واللي يتحدث عنها الفطرة اللي هي ما بيها اتفاقات الخطوبة، يعني اتفاقات القواعد الأساسية، تمام؟ زواج تقليدي وعند المعشر المعاشرة تم بناء الأسرة. نعم. هذه هي الفطرة. هذه الفطرة موجودة حالياً؟ لو لكل شيء قاعدة. بداية كلامي أنا ذكرت لكم، قلت لكم إحنا الفطرة اللي كنا عايشين بها قبل تغيرت من بعد تغيير النظام. قبل ما كانت أكو خدع. طيب. الزواج. خدع الزواج. نعم. حالياً يا مكثر خدع الزواج. أنا ما أخذها على مصلحة. طيب. أنا ما أخذها الشهادة، أنا ما أخذها الوظيفة، أنا ما أخذها الشكلها، أنا ما أخذها المكانتها، أنا ما أخذها إلا 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 لا. طيب. عدد حد معين إلا. بس قبل لا، يختار شريكة حياته اللي هي يستمر وياها ويكمل بها ويكون أسرة، ولهذا كانوا هم عددهم 10 و11 و14 يقول فريق طوبة. صح. حالياً يكتفون بالاثنين أو الواحد، ما يزيد الثلاثة، لأنه الوضع والوقت والحالة العائلية الوضع اللي هم به كله متأزم، فهذا كله صار تغيير. اليوم الفترة راحت. الفترة راحت وإن شاء الله تعود هذه الفترة. نتأمل نتأمل. هكذا بنيت البيوت البعدية. زين اليوم نتحدث عن الجانب المادي وتأثيره. نعم. على الأسر. أثرت الجانب المادي، أثر الجانب المادي على بناء أسرة أو تفكك أسرة؟ أكيد. شلون؟ أكيد. إحنا اليوم بدت العوائل إنه هاي العائلة راحت خطار لهاي العائلة. طيب. بالليل تقب العيطة. صارت المشاكل. ليش فلانة لابسة وخالة ومسوية؟ وليش أنا ما عندي وما مسوي؟ يابا ظروفهم غير ظروفنا، يابا وضعهم غير وضعنا، وأني مو مشكلتي، أنت هم صير مثله، أنت هم اشتغل وأنت هم كون وأنت هم سوي مثل ما هو قائم بواجب بيته، أنت هم ماتين. هاي صارت مشكلة وصارت هوسة، شكبرش عرضها وتعال يا من يحلها. بالإضافة إلى أنه أكو أزواج للأسف مرتبطين بزوجات اثنين. كل وسائل الراحة للأولى والثانية إلها الله. طيب. يعني إيش يريد يسوي لها؟ يعني يتجنب مشاكل كبيرة، يتجنب الابتعاد عنها، يتجنب إنه ما تسمع، يتجنب المشكلة ما تكبر، وخصوصا إذا مثلا واحدة ما تدري بالثانية. فهاي المصيبة أكبر. لازم الصغيرة تسكت، ما تحكي ولا تفكر ولا حتى تقارن ولا حتى تقول لي ليش جبت لها واني لا، ليش انت وديت لها واني لا، ليه راح قلت ليش قبلتي. وفعلا هذه نتحدث هسه عن الزوجه الثانيه، ان كانت مظلومه ام لا. اكيد هاي احنا مظلومه ولا الزوجه الثانيه؟ والله انا على الاغلبيه اشوفها مظلومه، مدلله يقال الزوجه الثانيه. لا والله لا والله، انا معاشره هواي ناس زين شايفتهم. زين اليوم تشوفين ما عدا السوريات اللي طلعت هسه جديده. ايش بيهن السوريات؟ قاموا يزوجون السوريات. إيه هاي زينة، خطوة زينة يشوفوها الرجال. بالعكس. ليش؟ هذا قلل من قيمة المرأة العراقية. شلون قلل؟ طبعاً. أنا ليش ما أنا ما أخلي مرأة عراقية هي تدير. السوريات، السوريات أحلى. إحنا نحترم الشكل بس إحنا من لوحتنا أحلى. لا. أوكي هم إحنا من عندنا. الشاميات معروفات. بس العراقية وينكم مثل دمها ومن لوحتها؟ لا العراقية عراقية بس اليوم صدق. عندك سوريا من ما طول هيك ايدت العراقيه. زين اليوم تشوفين انه الاولاد نعم بوسط هذا الحديث عن تكوين اسره او تفكك اسره، تشوفين الاولاد هم ضحيه احيانا يكونون سبب في حال، احيانا يكونون سبب في تفكك، او هم بالتالي يعني ما لهم دخل بالقرار؟ اذا كانت العائله متفاهمه وبينتهم ود واحترام وتقدير، هذا الشيء ما راح يأثر عليهم أبداً، لأنه هم خلوا الأولاد على السكة.
عرفوا يربون، عرفوا يرسمون الطريق، وهذا الموضوع أوكي ما بي أي إشكال. أما لو كثرة الخلافات والنزاعات العائلية موجودة داخل المنزل، أكيد راح يصير تفكك وراح يصير الضرر الأكبر على الأولاد، يعني راح يصير عندهم حالة نفسية حيل تعبانة بحيث ما يعرفون ويتمنون لو ما جايين للدنيا ولا شايفين هذا القهر والضيق. زين، اليوم نحكي عن الجانب القضائي لكن من محور بسيط. نعم. اللي هو الباحث الاجتماعي. نعم. تمام. اليوم بعض يتحدث انه الباحث الاجتماعي ما يؤدي دوره، جالس في غرفه مكيفه تريدين تطلقين، تريد تطلق يلا وقعوا، هذا مو دور، هذا مو عمله اصلا. المفروض يتعب للصلح. إيه؟ بس بدا هو يطلع الباحث اللي داخل دوائر القضاء او لهم اجمل التحيه والاحترام، صارت عده فراسه زين وفطنه اكثر من الشخص نفسه. طيب اليوم من يطلع على القضيه ويشوف المشكله ويجي يريد يحلها او يجي يريد يبين اسبابها للطرفين، طيب فهو يعرف هذا صادق، هذا كاذب، هذا عنده هو السبب المشكلة، هذا مظلوم، صارت عنده فراسة فما يحتاج بعد. بس أكو لا، للأمانة ما أبخس حقهم آني، للأمانة أكو يبذل كل جهده في سبيل حل، لأن يشوف أكو ود بيناتهم والمشكلة ما تستوجب الانفصال. بس أكو لا، يشوف الزوجة مذنبة، يشوف الزوج مذنب مباشرة. طيب وانتو خلاص متفقين، هاي توكل. بما انه انت قريبه على النساء، نعم، تشوفين اكو مشاكل بسيطه جدا؟ والله بالعكس، انا قريبه على الرجال اكثر. اها. اي كونك باحثه في شؤون المجتمع، تشوفين انه اليوم اكو مشاكل بسيطه خربت منازل، خربت عوائل عراقيه؟ انا ليش اقول لك قريبه على الرجال اكثر؟ زين، لانه للامانه المراه بدت تسلط للأمانة. هسه أنت صرتي مع المظلوم؟ أنا بدي أقول لك أنا لا. والرجل مظلوم هسه؟ الأغلبية. الأغلبية. شو حيعلقون الناس ما؟ ما عندي مشكلة، بالعكس أي تعليق. في الكواليس إحدى النساء بتسمع. أي تعليق أنا أحترمه وأقدره وعلى راسي. إيه بس إن الرجال مظلومين، هاي بعد يعني. نعم. أغلبية الرجال نعم مظلومين. مظلوم. نعم. ودائما أقول. والظالم منه امرأة؟ المرأة بدأت تأخذ دور رجولي. ولهذا السبب ده أقول لك الرجال المفروض ما يخليها تطلع أكثر من حد الممكن إلها. يعني أنت مع يعني مع موضوع أنه للمرأة لها حد؟ نعم. أنت مع هاي المقولة؟ نعم نعم. تمام. من تعبر الحد بعد خلص حياك تفقد الله. السيطرة. الدكتورة والباحثة في الشأن العراقي وفي شؤون المجتمع الدكتورة هبة الموسوى، حياك الله دكتورة وجزيل الشكر لهذه المعلومات. الله يخليك ويسلمك. الله يعني يستر عليك من كلام النساء في هذه الحلقة. أحب المشاهدين، انتهى الحوار وانتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مع الناس. نلتقيكم بملف آخر وحوار آخر مع الناس. في أمان الله.